هل تعرفون ماذا نسمي هذه القطع؟ إنها قطع الدومينو. كرروا معي: الدومينو، الدومينو. هذه القطع تأتي على شكل مستطيل مقسوم بالنصف، في كل مربع يوجد عدد من النقاط. سنستخدمه اليوم لتكوين أزواج العشرة. السؤال هو: ابحث عن قطع الدومينو التي تكون عشرة. ابحثوا جيداً. وجدنا القطعة الأولى. لنلاحظ عدد النقاط في المربع الأول: أربعة زائد ستة يساوي كم؟ عشرة. إذن نحن حافظين من قبل أن أربعة زائد ستة يساوي عشرة. هذه لنتأكد نعد عدد النقاط: ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إذن صحيح عشرة. نضغط عليها لنتأكد هل إجابتنا صحيحة. إذن وجه مبتسم، إجابة صحيحة. يوجد هنا أيضا قطعة دومينو أخرى تكون لنا العشرة. ابحثوا عنها، لن أخبركم بها، اكتشفوها بأنفسكم.